ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. على أونا، على دوة، على تري، تتذكروا وين سمعانين هالكلمات؟ صح، بالمسلسلات أو بالأفلام لما بيصير مزاد علني، أو إذا أنتوا حضرتوا بزماناتكم شي مزاد علني. طيب شو بتعرفوا عن المزاد العلني وشروطه وقواعده؟ أنا رح خبركن، خليكن معي. المزاد العلني هو طريقة للبيع بيضمن من خلال البايع يحصل على أعلى سعر ممكن للسلعة اللي عم ببيعها من خلال اجتماع كل مين عنده رغبة بشراء السلعة، وبعدين بنحط حد أدنى لسعر البيع من قبل شخص خبير ومختص، وبتبلش المزايدة وبيعرض كل حدا حابب يشتري سعر أعلى من السعر يلي نقال، حتى يوصل واحد من الموجودين للسعر ما بيعرض حدا سعر أعلى منه، وهيك بينتهى المزاد وبيحصل صاحب السعر الأعلى على السلعة المعروضة. والمزاد العلني له شروطه، ومن شروطه أنه يكون في مدة كافية بين الإعلان عن المزاد وموعد التقدم، وبين موعد التقديم وموعد المزاد، لحتى يكون يلي بده يشارك بالمزاد عنده فرصة ليفكر منيح بالموضوع أو ليطعن قضائيا على المزاد أو على أحد شروطه، لأن قبول الطعن على المزاد حتى لو كان بعد إقامته بيلغي نتيجة المزاد وبيلزم الهيئة المسؤولة بتعديل شروطه وإعادته مرة جديدة. طيب كيف بيتم الاشتراك بالمزاد؟ بعد التأكد من أنه شروط بتنطبق على المتقدم، بيروح المشارك على الهيئة المسؤولة وبيدفع قيمة الاشتراك المطلوب، ودفع الاشتراك معناه أنه المشارك عاين السلعة المعروضة وأنه وافق على شروط المزاد. وغير الاشتراك بيدفع المشارك التأمين المؤقت يلي هو مبلغ معين بيدفعه المشارك كضمان للهيئة بجديته ورغبته بالشراء، وبعد المزاد بترجع الهيئة مبلغ التأمين كامل للمتقدمين يلي مارس عليهم المزاد. ببلش المزاد وببلشوا المشتركين يعرضوا أسعارهم ومن أعلى لأعلى ليوصل السعر لرقم ما حدا بيدفع أكتر منه، وهون بنسمع الكلمات على أونا، على دوة، على تري، وهي الكلمات معناها 1 2 3 باللغة الإيطالية، وشوي شوي صرنا نسمعها على أونا، على دوة، على تري. وبعد ما يرسل مزاد على واحد من المتقدمين بيدفع شيء اسمه التأمين النهائي، وهو نسبة محددة من سعر السلعة كمان لضمان جدية المشتري. في حالة تخلف المشتري عن دفع التأمين النهائي وبالطريقة المشترط عليها ما بيرجع له التأمين المؤقت، وبيصير من حق الهيئة أن تسحب المزاد من الشاري وتعمله مرة تانية، وممكن تعطي الشاري مهلة للسداد قبل ما تسحب المزاد منه، وبتقدر كمان الهيئة بهاي الحالة ترفع دعوى على الشاري. بعد دفع التأمين النهائي بينعطى الشاري مهلة محددة لدفع باقي المبلغ، وإذا ما دفع خلال هاي المهلة بحق للهيئة أن تفسخ العقد معه وتعمل مزاد جديد بدون حكم قضائي وبدون ما تضطر تعطي مهلة زيادة. إذا لهون مشيت كل الأمور تمام، فبيجي الشاري بيستلم السلعة بوقت محدد بيكون متفق عليه مسبقاً مع الهيئة، وإذا ما أجا استلم بهالموعد تفرض عليه الهيئة رسوم شحن وتسنيم. ممكن ببعض الحالات يتوقف المزاد أو يتأجل أو يلتغى، مثل صدور حكم من محكمة بعد إقامة المزاد أو بإلغاء نتيجته، أو لجوء أحد طرفي المزاد الهيئة أو المشتري للقضاء للبت بأمور تتعلق بلوائح وشروط البيع، أو وفاة صاحب السلعة المباعة وبهي الحالة بيتم التأجيل. أكيد كتار منكم صرتوا تعرفوا هلأ أنه المزاد هو عملية بتاخد وقتها وما لمجرد قاعة وناس واحد عم بينادي على أونا وعلى دوة. إذا في معلومات تانية بتعرفوها وبتحبوا تشاركونا فيها احكوا لنا إياها على مواقع التواصل الاجتماعي. سلام. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.